لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفاطمة سيدة النساء العالمين جميعا، ورسول عليه الصلاة والسلام أقسم هذا اليمين على أنها لو سرقت لقطع يدها. ولهذا ذكر في حديث آخر على أن الذي أصاب الناس الذين سبقوا أنهم كان إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، رجل ضعيف ما له سلطة ولا له جماعة ولا كذا يقطعون يده، وإذا سرق فيهم الشريف يعني من أسرة وضعها كذا وكذا تركوه. فالله عز وجل ما قبل ذلك. فينبغي للمسلم أن يعلم على أنه إذا بلغ الحد السلطان يعني بلغ القاضي وأقيم المقاضاة مع السارق هذا وتكرر الحد فلا يجوز لأحد أن يشفع فيه مطلقا. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وقال: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. هذا الحديث الآخر أخرجه مالك والأول أخرجه البخاري. إذن إذا بلغت الحدود السلطان وصدر فيها الحكم لا يجوز لأحد يعترض على ذلك، لأنه يعطل حكم الله عز وجل. وكلنا نعلم على أننا في الوقت الحاضر إلا ما شاء الله هذه الحدود التي الله عز وجل ذكرها في كتابه ورسوله ذكرها في سنته والتي كان الناس آمنون على أنفسهم وأموالهم عطلت إلا ما شاء الله، لأن السارق إذا علم أن يده تقطع يبتعد عن السرقة، وإذا علم أنه يسجن فترة محددة ثم يطلق من سجنه فهذا لا يمنعه. وهذا الذي حادث في هذا العالم، الحدود لا تقام كما أمر الله عز وجل في كتابه وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. هذه البلاد بحمد الله تقيم الحدود، ولا تقيم الحدود خفية، لأن الحدود لا بد أن يشهدها عدد من الناس، وليشهد عذابهما كما قال الله عز وجل: طائفة من المؤمنين. إذا ثبت على السارق هذه السرقة وثبت أن المسروق نصابا وأنه من حرز مثله هذا تقطع يده، فإن تقطع يده تقطع يده أمام الناس في الجوامع بعدما يصلون صلاة الجمعة يخرجون ويقرون الحكم ثم تقطع يده وتعلق حتى يشاهدها الناس، لأنه ليس الغرض التشفي من هذا السارق، الغرض تطهيره لأنه ارتكب هذه الجريمة، وكذلك إنذار الناس الآخرين. فمن شاهد ذلك لا يحدث نفسه أنه سيسرق، إذا شاهد اليد معلقة فهو سيمتنع عن ذلك. أما إذا كانوا يقولون أن هذا الكلام اللي يعمله يعمل في السعودية أنه مخالف لحدود أو لعرف الإنسانية هكذا يقولون، ولهذا يقولون يقطعون اليد يد السارق، ومعنى ذلك على أن المجموعة اللي في المملكة ما معهم إلا يد واحدة كلهم يدهم مقطعة هكذا يتصورون. أنتم الآن تشاهدون في الحج وفي العمرة ما قد رأيتم يد أحد مقطوعة، هل رأيتم أحد يده مقطوعة؟ أبدا ما نرى أحد يده مقطوعة، لأنها إذا قطعت يد واحدة صارت إنذار للعالم الآخر، فلا يمكن أن يحدث نفسه أن يسرق، لأن هذا جزاؤه وهذا حكم الله عز وجل. فالله عز وجل أحكامه ينبغي أن تنفذ وأن تطبق، لأن الله عز وجل ما أمر بها إلا لصلاح البلاد والعباد. وهكذا القصاص في القتل. الآن نذكر لكم قضية السرقة. لو أن إنسانا الآن في السوق وجيبه مملوء من النقود وجاء واحد بجواره وأدخل يده في جيبه وأخذ عدد من الفلوس أكثر من النصاب، هذا لا تقطع يده، لأن هذا الاختلاس ما هو من حرز مثله، والجيب ليس هو حرز للنقود للذهب والفضة، لكن لو دخل البيت كسر الباب ودخل البيت وكسر الشنطة وأخذ منها النصاب الذي هو أقل من هذا بكثير هذا تقطع يده، وأما هذا ما يترك لكن يعزر حتى يكون نذير للآخرين.
ولكن يده لا تقطع لأنه لم يأخذ نصاب من حرز مثله، والحرز المثل للنقود ليست الجيوب، الجيب ما هي حرز للفلوس، فإذا أخذ الإنسان منها هذا يؤدب حتى لا يعمل مثل ذلك العمل. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم على أن هذه الحدود ما هي إلا لحفظ حقوق الناس ولأمانهم.